فهي كانت الهجمه او الفكره كلها في ان انت ازاي توجد لاعب يتحرك ما بين الخطوط فيخلق لك المساحه دي. طبعا شرح الهجمه تامر شرحه بشكل كويس جدا. هو علي معلول راح، علي بيحب الحاجات دي، لما الكره اتلعبت لعلي هو رفع عينه، هو مش عايز حاجه غير ان هو يرفع عينه، لقى قفشه فاضي لعبها لقفشه بالعرض المشي الصغير عادي، قفشه اتخلص من 3 4 لعيبه قدامه بمراوغه وسدد وجت في العارضه في القايم. الفكره بقى كلها ان انت لو رجعت للاهلي، لو شفنا الصور اللي بعد كده، ان معانا صور دي الحالات الفنيه، تعال نشوف الخرائط نفسها بتقول ايه. بتقول ان هي دي تسديدات الاهلي، يعني النقط اللي قدامنا دي تسديدات الاهلي، 3 منهم جوه ال 18 و3 من بره، 2 من جوه ال 18 و3 من بره ال 18. الاثنين اللي من جوه ال 18 مفيش منهم واحده مؤثره غير ال هي الخضره ديت، هي الاون تارجت حسب اللون يعني، الوحيده اللي اون تارجت، والبلوك اللي هي والبارز اللي هي الرمادي دي اللي جت في العارضه بتاعت قفشه. لكن الاثنين اللي جوه ال 18 غير مؤثرين. تعال نشوف الصوره اللي بعديها. هنا بقى المشكله. الاهلي استحواذه في المنطقه الخطر 8%، ده قليل جدا طبعا، ده غير موجود. ليه؟ لان عمق الملعب بتاعك انت فضلت ما يفوق ال 60 دقيقه مكتفه. ثلاثة في نص الملعب جرايين ليهم مبارياتهم، ممتازين قدام الهلال السعودي. لكن لما تيجي تحضر لمباراة مع فريق مع كامل الاحترام اقل منك، انت مش محتاج كل التحفظ ده، مش محتاج ان... وعلى فكرة انا مش بقول ان اللعب بثلاثة تحفظ، لا انا بتكلم على خصائص اللعيبة. العب 4-3-3 بس فيهم قفش، يعني العب ريح السلية. ما هو كان بيعمل كده اه يعني عمر كان بيلعب، ما هو كان بيلعب بالثلاثه اللي قدام، كان بيدخل قفشه وبيرسي تاو وبيخلي محمد شريف مهاجم صريح. اعمل كده، عايز تلعب بال 4-3-3 زي ما هي، مش عايز تلعب بثلاثه ورا، ريح السوليه، العب بحمدي فتحي وديانج وقفشه، صحيح. هيبقى عندك 8 بتهاجم. تعال نشوف الصوره اللي بعديها، لان اللي بعديها بقى ارقام اللعيبه الهجوميين، لان الناس دي اتظلمت بسبب الطريقه. الراجل عبد القادر التوتال باس 21، التسديدات واحده. تعال نشوف اللي بعديها، محمد شريف التوتال باس 6، لا ما جاش خالص كره ليه، 86 دقيقه لعب 86 دقيقه خالص، 6 تمريرات بس ومحاوله واحده على المرمى. نشوف الصوره اللي بعديها، طاهر محمد طاهر 24 تمريره، 71% دقه التمرير، والناحيه اللي الشمال دي بتاعت المحاولات اصلا صفار. تعال نشوف بقى اخر لعيب عشان نزل في حتته ونزل في مكانه، 15 تمريره بقت 15 تمريره في 34 دقيقه، 87% دقه، اكثر فعاليه، اكثر فعاليه. الوحيد اللي سدد على المرمى باكسبكتد جولز 7%، هو الوحيد اللي قرب من المرمى. ليه؟ لان هو اللي اتحط في الحته بتاعته اللي تناسب الفريق اللي قدامك. ودي مهمه جدا في الكره، بعيدا عن الاهلي والهلال، بتحضر للفريق اللي قدامك ازاي.